الإمام الحسن البصري رحمه الله له كلمة جميلة في حول هذا الأمر، يقول: إنما أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، فكيف بمن اتخذوا آياته زينة في بيوتاتهم، وتجد آيات مثلا معلقة زاجرة، وآيات فيها مثلا ترغيب، وحظه منها مجرد الزينة واللوحة الجمالية التي يزين بها البيت ويزخرف بها حيطان البيت. فالقرآن أنزل ليقرأ ولتتدبر معانيه وليعمل به. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. نعم.